بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى دهر الدهور كلها امين. كل سنه وحضراتكم طيبين. النهارده الكنيسه بتحتفل بواحد من الاعياد الخطيره في حياه الكنيسه. ليه بنقول عليه عيد خطير؟ لانه بدونه لا تستقيم الحياه المسيحيه خالص. العيد اللي احنا بنتكلم فيه النهارده اسمه في الكنيسه خميس العهد، وده واحد من الأعياد السيدية الصغرى في الكنيسة. العيد ده قصد المسيح أنه يعلم هولنا أو يقوم بمحتواه في آخر لحظات في حياته، آخر لحظات. تخيلوا كده معايا، لو في أب وحاسس أن أيامه بتنتهي بيعمل إيه؟ بيتجمع مع أولاده ويبتدي يسلمهم أخطر الأسرار اللي في حياته، أخطر الأسرار، وبيفاجئهم بأحسن أحسن المفاجآت اللي كان مجهزها لهم. فيقول لنا الإنجيل كده: والمسيح عارف إن أيامه على الأرض قاربت على الانتهاء، وإنه هيسلم نفسه لليهود، وإنه هيصلب. قال لك كده وهو عالم بكل ده. لو الكلام ده موجود في إنجيل يوحنا 13، فاجئهم مفاجئتين. أول مفاجأة إنه نزل تحت رجليهم، نزل تحت رجليهم وهو بيحبهم جدا. قال كده: إذا أحب خاصته أحبهم إلى المنتهى. نزل تحت رجليهم وغسل رجليهم، وده اللي كنا بنعمله من لحظات. ونمرة اتنين، ابتدى عشاء الفصح اللي هو العشاء الذي يسبق الفصح، وبعدين وهو معاهم فاجئهم مفاجأة تانية. وهو بيديهم الخبز قال لهم: خذوا كله، هذا هو جسدي. وهو بيديهم الكأس الممزوجة بالماء قال لهم: على فكرة في اختلاف هنا بقى، خذوا اشربوا، هذا هو دمي. مفاجأتين خطيرتين جدا جدا. النهاردة هنتعلم منهم حاجتين، هنعرفهم حسب ما يرشدنا روح ربنا خلال الكلام مع بعض. الكنيسة فهمت اللي بيحصل النهاردة ده انه مرتبط باللي حصل في سفر التكوين. ازاي؟ فاكرين لما كان ابونا مقار بيتكلم عن سفر التكوين؟ مين حضر في اثناء البصخه؟ اتكلمنا على سفر التكوين وان ربنا خلق اشجار بهيه جدا، وكل الاشجار اللي في الجنه كانت جميله. وفي وسط الاشجار الجميله دي في شجرتين، واحده اسمها شجره الحياه اللي قال لك كده: من ياكل منها ايه؟ يحيا للابد. والثانيه اسمها شجره معرفه الخير والشر. طب ايه اللي حصل بعد ما اخطأ ادم وتعدى وصية ربنا اللي كان قاصد بها ربنا ان يشوف محبة ادم كاملة ولا مش كاملة؟ ايه اللي حصل؟ قال لك كده: طرد ادم من الفردوس اللي كان عايش فيه، واتحط ملاك يحرس طريق شجرة الحياة. ليه؟ عشان ما يجيش ادم وهو في وضع السقوط ده يتقدم وياخد من ثمرة شجرة الحياة فيحيا في الوضع ده الى الابد. النهاردة بتيجي الكنيسة تقول لنا كده في مرد الإنجيل: جسدك ودمك هما الغفران لخطايانا، والعهد الجديد الذي أعطيته لتلاميذك فاستحققنا شجرة الحياة. تخيلوا بقى، تخيلوا النهاردة ولأول مرة بنرجع تاني نستحق ان احنا ناكل تاني منين؟ من شجرة الحياة. ليه؟ لأنه قال كده: من يأكل جسدي ويشرب دمي إيه؟ يحيا إلى الأبد. تخيل الشجرة بتاعت سفر التكوين مفتوحة لنا النهاردة. تخيل المنظر ده، أنت النهاردة قاعد قدام شجرة الحياة هتتقدم لتأكل من هذه الثمر. شوف بعد قد إيه اختار ربنا يسوع المسيح أنه يحط المفاجأة دي ليهم في آخر لحظات قبل ما يسلم نفسه على طول. ايه تاني؟ تقول لك كده كمان ان اللي انت هتاكل منه النهارده ده مش حاجه بسيطه. فاحنا واحنا بنتكلم في صلوات البصخه اللي كانت النهارده الساعات بتاعه النهار اللي كنا بنقراها مع بعض في باكر، الكنيسه بتقول لك: تعالوا ايها الامم افرحوا وتهللوا لان الاله نفسه صار لكم فصحا. عارفين كلمه فصح معناها ايه؟ فصح يعني عبور، عبور من الموت، عبور. شعب اسرائيل
بدم الخروف خرجوا من أرض مصر وعبروا كمان من الموت. عايزين النهاردة نبسط شوية أمور، بس هستأذنكم في حاجة، يعني اللي هتفهمه النهاردة لو ما عشتش بيه هيضيع. اللي هتفهمه النهاردة لو ما عشتش بيه هيضيع، لأن الكلام بتاع النهاردة هو كلام للحياة. والحقيقة كلمة الحياة دي هنكررها كتير خالص واحنا بنتكلم النهاردة، فأرجوكم انتبهوا، كل مرة تيجي كلمة الحياة سجلها عندك. بيبتدي اليوم بأن المسيح طلب من تلاميذه: أرجوكم روحوا جهزوا للفصح. طب إيه الفصح؟ قال لك كده ده تذكار للي عمل ربنا مع شعب إسرائيل، تذكار العبور. طب وإيه اللي هيحصل؟ قال لك تعالوا رتبوا عشاء يسبق الفصح. فرتبوه فين؟ التقليد يقول لنا تم الكلام ده في بيت مين؟ مريم وموسى. والمسيح قعد معاهم في العشاء ده، عمل اللي احنا قلناه النهارده، وكان ذبح الفصح بقى قصد المسيح ليه يعمله النهارده؟ عشان يبدل كل حاجه، يقول لهم بصوا بقى كل اللي انا كنت برمز لكم اليه في العهد القديم هيتحقق النهارده. النهارده هترجعوا لشجره الحياه وتاكلوا منها تاني. النهارده الفصح بدل ما هيبقى خروف هيبقى مين؟ هيبقى انا. بدل ما هيبقى خروف هيبقى انا. ليه؟ لو تراجعوا الاحداث اللي هنقراها بكره يقول لك كده لما اخذوا المسيح وقبضوا عليه وراحوا بيه لعند بيلاطس، كانوا مستعجلين جدا ومش عايزين يدخلوا عند بيلاطس لالا ايه؟ يتنجسوا فما يعرفوش ياكلوا الفصح. فدول بيدوروا على خرفان والمسيح نفسه متعلق على ايه؟ على الصليب. فالمسيح قال من هنا حط لهم كل الحاجات اللي عمال يشاور عليها في الكتاب المقدس كلها في كام ساعه كده. شجره الحياه تتفتح لينا وهو يصير الفصح الحقيقي، الذبيحه الحقيقيه. مش معنى الذبيحه الحقيقيه؟ تقرا عنه كده وصف غريب جدا في العهد في سفر الرؤيا، يقول لك خروف قائم يعني واقف على رجليه، يظهر انه حي لكنه مذبوح. ازاي بقى دي؟ ازاي قائم ومذبوح؟ قال لك الحاجه الوحيده اللي تخلي المسيح يبقى مذبوح وفي نفس الوقت قائم هي الصليب ده. بص كده عليه هتلاقيه قائم ومذبوح في نفس الوقت. فالمسيح هو الذبيحه الحقيقيه. طب عمل المسيح بقى؟ قال لك جو الفصح نفسه، جو الفصح مختلف عن اي حاجه تانية. الحدث بتاع الفصح بيجي كده الكبير بتاع العيله يجمع ولاده ويقول لهم على فكره احنا بناكل الفصح النهارده. فولاده يسألوه ليه بناكل الفصح النهارده؟ فيقول لهم احنا بناكل الفصح النهارده عشان ربنا بقدرته خرجنا وانقذنا من فرعون. فيبتدي يحكي لهم. فجيل يسلم جيل وجيل يسلم جيل وجيل يسلم جيل. عارفين المسيح عمل كده بالظبط؟ وهو بيكلمهم قال لهم كلمه في منتهى الروعه، قال لهم يا اولادي. قال لهم كده يا اولادي. وعلى فكره الصوت ده لينا احنا. ربنا بيقول لنا يا اولادي. يا اولادي عايز اعلمكم حاجات النهارده عمركم ما سمعتوها قبل كده. هقول لكم على حاجات ما حدش يصدقها. بولس الرسول نفسه بيجي مره يقول ايه؟ يقول لنا كده على فكره اللي انا كلمتكم بيه كلام مش حسب الحكمه الانسانيه. يعني لو جيت اتكلمت حسب الحكمه الانسانيه مش عايز اتكلم. مش هعرف اقنعك بيها لو كلمت حسب الحكمه الانسانيه. لكن انا جاي لك ببرهان الروح. جاي لك بكلام حقيقي. المسيح نفسه قاله. الكلام ده حقيقي. طب ايه؟ ايه الكلام الحقيقي؟ يقول لك كده انا جاي اعلمكم النهارده زي ما كنا بنقرا لبولس ان المسيح قعد مع التلاميذ واداهم خبز وقال لهم هذا هو جسدي كلوا منه وهذا هو دمي. ده اللي قاله المسيح. طب ليه؟ ليه؟ ما يكفي ان احنا نعرف ان ربنا بيحبنا يعني. يكفي. ليه النهارده ربنا عايز ان احنا ناكل من جسده؟ اشمعنى بقى؟ ليه؟ يقول لك كده الانسان لما اخطا ايه اللي حصل له؟ كما بخطيه انسان واحد ايه اللي حصل؟ دخل الموت واجتاز الموت الى جميع الناس. طب ممكن تقول لي ازاي الميت ده يرث الحياه الابديه؟ ازاي الميت يرث الحياه الابديه؟ ما ينفعش. عشان كده جاء المسيح يتكلم عن نيقوديموس، وتلاقوا الكلام ده في انجيل يوحنا صح 3، يقول له ايه؟ يا نيقوديموس الانسان ميت. الانسان ميت. علشان يدخل السماء تاني لازم يتولد تاني. لازم ترجع له الحياه تاني. وكلمه ولاده هتلاقوها في الانجليزي مترجمه ري بيرث، اعاده ولاده.
يدخلوا الحياة مرة تانية. إزاي؟ قال له كده: من لم يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوته. لازم يتولد. طب هولده إزاي؟ هدخل بطن مامتي تاني؟ سألوا نيقوديموس كده، قال له لا. قال له لا، من يولد من الماء والروح. طب فين دي بقى؟ قال لك لما هيصلب المسيح، لما هيصلب ويموت ويقوم هيدينا الموت والقيامة. دي فين؟ في المعمودية. قال لنا بولس كده: أنتم الذين اعتمدتم للمسيح لبستوا المسيح. إمتى؟ لأن المعمودية دي، في المعمودية إيه؟ صلبنا، دفننا أيضا معه، وأقمنا. يبقى المسيح عايز يدينا الحياة تاني. مش قلت لك النهاردة كلمة الحياة دي هتكرر كتير؟ المسيح عايز يديك الحياة تاني. ليه؟ عشان الإنسان ميت. بص حطها في بالك كده، اللي عايش زي آدم الأول ميت. طب المسيح؟ قال لك المسيح ده آدم التاني، جاي يرجع الحياة للبشر تاني، جاي يعيد رسمهم زي ما هو خلقهم تاني، ويحط الحياة فيهم تاني. فاللي يعيش زي آدم التاني تدخل فيه إيه؟ الحياة. بس كده؟ يعني الموضوع مجرد عايز شوية اقتناع ونمشي ورا المسيح؟ قال لك لا. جاء المسيح قبل الفصح ده، قبل الاحتفال ده بتاع يوم خميس العهد ده بفترة، وهتلاقوا الكلام ده موجود في إنجيل يوحنا إصحاح 6، بعد معجزة إشباع الجموع. فالناس كانوا جايين عايزين يأكلوا تاني من إيديه، قال لهم على فكرة ما تدوروش على الخبز ده، لأن الخبز ده اللي يأكل منه يحصل له إيه؟ يموت. هديكوا خبز تاني، هيجي يوم هديكوا فيه خبز تاني اللي يأكل فيه يعيش للأبد. الخبز ده نازل من السماء، وعلى فكرة أنا هو الخبز النازل من السماء، هتلاقوه بالحرف كده موجودة في إنجيل يوحنا إصحاح 6. وراح لهم كده: الخبز الذي أنا أعطي هو جسدي. قال لهم كده: الخبز الذي أنا أعطي هو جسدي. طب وإيه تاني؟ جسدي ده الذي أبذله عن حياة العالم. كلمة أبذله معناها أنه بيعمل الكلام ده إيه؟ هل قبضوا عليه غصب عنه؟ لا، بإرادته. الذي أبذله، أنا جاي عشان أعمل كده. وده اللي قاله نيقوديموس: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. فأنا جاي أبذل من أجلكم. وبص بقى المفاجأة، الموضوع مش هيبقى مجرد إيمان، اقتناع عقلي، تصديقه بس، ده أنا حبس الحياة فيكم تاني. إزاي؟ تخيل كده واحد مننا يعني بعد الشر يعني عضو من أعضائه فسد، كلية مثلا باظت، ولا أي غدة باظت مثلا، بنعمل إيه؟ محتاجين حاجتين، صح؟ محتاجين حاجتين، محتاجين نعوض مكان العضو اللي باظ ده، لأن من غيره لا تستقيم الحياة، ما ينفعش ما يعيش كده. طب فبنعمل إيه؟ بندي دواء على طول على طول على طول. يفضل الإنسان ده اللي مثلا شال غدة أو حاجة ياخد في دواء يعوض مكان الغدة دي. وفي بعض الأعضاء نركب حاجة جوه الإنسان تنظم الأمور زي ما كان العضو ده موجود. المسيح عمل الاثنين. عارفين إزاي؟ إدانا ما أطلقت عليه الكنيسة دواء أو ترياق عدم الموت. إيه هو ده بقى؟ إيه هو؟ الدواء اللي ياكله ما يموتش. هو ده فعلا. النهارده بتاخد الدواء بتاع عدم الموت. النهارده المسيح مش عايز بس ان هو يعلمك او يعرفك انه بيحبك، لا ده عايزك تاكله هو. مش معنى؟ قال لهم كده في انجيل يوحنا اصحاح 6، قال لهم: كما ان الاب حي وانا حي بالاب، من ياكلني ماله يحيى بي. من ياكلني يحيى بي. وقال لهم كده: اللي ياكل ازاي هتاكلوني؟ الخبز الذي انا اعطي هو جسدي. طب وبعدين؟ طب ممكن يعني اكله براحتي او اطنش؟ قال لهم كده: من ياكل جسدي ويشرب دمي فله حياه ابديه، من لا ياكل جسدي ولا يشرب دمي فليست له حياه ابديه. تخيلين؟ يعني اللي بيحرم نفسه من التناول بيحرم نفسه من الحياه. اللي بيحرم نفسه من التناول بأي تبرير عنده بيحرم نفسه من الحياة. فأرجوك ما تحرمش نفسك من التناول. طريق التناول سهل جدا، هنتكلم فيه النهاردة من عظة جميلة جدا لواحد من أباء الكنيسة. فالإنسان لما وقع في الخطية صار الموت. طب وبعدين؟ ما ينفعش الماء ده يرث
عدم الموت ما ينفعش، قال كده بولس، ما ينفعش الميت ده يرث عدم الموت، يعني ما ينفعش الميت ده يرث الحياه الابديه. طب نعمل ايه؟ نولده مره ثانيه. طب ولدناه؟ نفضل نديله الدواء بتاع عدم الموت، من ياكل جسدي يشرب دمي له حياه ابديه. بس عايزك تركز في كلمه حياه ابديه. ساعات الواحد يقول لك ايه، انا اكل دلوقتي عشان ان شاء الله في زمن يعني قريب او بعيد الاقي السماء مفتوحه وليا حياه اللي هي الثانيه دي. اقول لك يا عزيزي دقق في الكلام كويس، دقق في الكلام، ارجوك افصل ما بين الكلمتين. ليه؟ من ياكل جسدي ويشرب دمي هتدب فيه الحياه من دلوقتي للابديه. اللي هياكل جسدي ويشرب دمي هتدب فيه حياه تستمر للابديه. كلنا بنبص لها وهي بعيده، هي مش بعيده دلوقتي، ايه دلوقتي؟ كل ما تقرب للمسيح هتكتشف ان الحياه دي معطاه ليك دلوقتي. مش الانجيل يقول لك طوبى لمن له نصيب في القيامه الاولى؟ هدي في قيامه تانية هتيجي بعدين. البخت اللي ليه دلوقتي نصيب في القيامه الاولى، الموت ملوش سلطان عليه خالص. المسيح جاي النهارده عشان يديك الحياه تتمتع بيها من دلوقتي. وقف المسيح كده في الاصحاحات الجميله اللي هنقراها مع بعض في الايام اللي فاضله من البسخه، يقول لك كده ايه، وهذه الحياه الابديه ان يعرفوك ويعرفوا كل اللي انت عملته ده. الحياه دي تفضل معاك من دلوقتي وتنبع لحياه ابديه. ايه الجمال ده يا رب؟ ليه عايز تدينا الحياه من دلوقتي؟ طب ولا ليه نستنى لحد ما تطلعوا عندي السماء وتتمتعوا بيها من دلوقتي؟ فربنا عايز يديها لنا. الغريبه ان الكنيسه فهمتها كويس قوي، فتيجي في الجناز، في الجناز، الجناز ده لو تركز في قراياته مش ممكن يكون ده جناز، مش ممكن. ده كله من اوله لاخره بيتكلم على موضوع واحد بس. عارفين ايه الموضوع؟ المفروض تكونوا فهمتوا بقى. بيتكلم على ايه؟ على الحياه من اوله لاخره. يقول لهم كده، انا هو الطريق والحق والحياه، انا هو القيامه والحياه، من امن بي ولو مات فسيحيا. نقرا كده كمان، لانه كما في ادم يموت الجميع، وكل اللي بيعيش نفس حياه ادم، كل ما يعرفش المسيح عايش حياه ادم، هكذا في المسيح. مين بقى المسيح؟ زي ما اتفقنا ادم الثاني اللي هو الانسان الصح اللي هو النموذج اللي احنا اتخلقنا عليه، هو الصوره اللي احنا اتخلقنا عليها، وهو جاي يجددنا مره اخرى. فجاي ياخد الجسد بتاعنا ده ويدخل بيه للموت ويغلبه ويرجع تاني يديك انت ايه؟ الحياه. صدق الكلام ده لانه حي، صدق الكلام ده لانه حي. كهكذا في المسيح ايضا سيحيا الجميع. طب يحيوا بمعناها ايه؟ قال لك يحيوا حياه ادم الثاني على نفس اللي هو هيقوله، على نفس الطريقه اللي هو هيعيش بيها. فما ينفعش النهارده بعد لما تفهم كل الكلام ده تعيش بقى زي ما كنت تبع ادم الاولاني. ارجوك ارجوك، والا الكلام ده هيبقى دينونه ليك. المسيح قال لهم كده ايه؟ لم اتي لادين العالم، لكن الكلام اللي انا قلته اللي انا سمعته من عند ابي اللي هو كلام الاب اللي انا وصلته لكم ده اللي هيدنا. فالنهارده ربنا بيقول لك انا جاي ادي لك الحياه دي، حاجه انت ما تستاهلهاش، لكن ارجوك ابتدي من دلوقتي عيش الحياه اللي هتستمر معاك للحياه الابديه. يقول لهم كده، لانه كما ان الاب يحيي يقيم الاموات ويحيي، كذلك الابن ايضا يحيي من يشاء. الحق الحق اقول لكم، من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة مالها؟ أبدية. حياة من دلوقتي تستمر مع الأبدية. كما أن الآب له حياة في ذاته، كذلك أعطى الإبن أن تكون له حياة في ذاته. يبقى من يأكلني يحصل معه إيه؟ يحيا بي. عارفين من هنا نفهم ليه الحيوانات بتخضع للقديسين؟ ليه الحيوانات بتخضع للقديسين؟ عشان القديسين كويسين شاطرين؟ لا، عشان القديسين دبت فيهم حياه مش من العالم ده، الحياه اللي كانت عند مين بقى؟ ادم الاولين. بس ادم برضو كان لسه محتاج زينا كده، محتاجين دبت فيه الحياه الاولانيه بتاعت ادم الثاني دي. عشان كده الحيوانات تبص عليه ده مش من هنا، ده مش ده اللي احنا نعضه، مش ده اللي احنا ناكله. الموضوع ده حقيقي. اسمعوا عن القديس برسوم الاريان، تسمعوا القديس يحنس القصير اللي راح ربط الضبعه؟ ليه تسمع له ليه؟
لان الحياه اللي فيه مش من العالم ده. فارجوك صدق الكلام ده. زي ما بقول لك النهارده انا مش جاي اكلمك بكلام الحكمه الانسانيه المقنع ابدا اطلاقا، كل الكلام اللي بقوله ده عند اي حد يعتبره ترهات. لكن انا بكلمك النهارده ببرهان الروح اللي احنا شفناه في حياه واحد من القديسين زي البرسوم العريان وزي القديس ايضا يحمس القصير. في الاخر بقى زي ما قلت لك ربنا جاي النهارده يعمل ايه؟ جاي ياخد جسدنا ده ويعدي بيه في الموت ويعبر ويديهولك. ده اللي هو عايز يديهولك. ده اكتر من كده. عارف عصيان ادم؟ عصيان ادم للاب ما سمعش كلامه. طب جاي المسيح يعمل ايه بقى اليومين دول؟ قال لي جاي يطيع الاب حتى الى الصليب. واقف بستان جاثيماني يقول له يا رب لو عليا كمتجسد يعني الحمل تقيل لكن انا اسمع اللي انت عايزه فاطاع حتى الموت موت الصليب. طب ليه؟ عشان الانسان لما اتخلق كان اللي جوه قلبه كله اشتياق لربنا ومحبه لربنا وادراك لربنا ومحبه الوصايا. لما سقط كل ده راح، بقى الاشتياق بقى فيه سلطان للشر، بقى فيه سلطان للشر. الشيطان يغريك فانت تنجذب للشر ده. ليه؟ بقى فيه ميل. النهارده جاي المسيح يقدم الطاعه الكامله دي وبعدين يعمل ايه؟ يديها لك في كبسوله، يدي لك امكانيه الحياه دي تاني. مش قلت لك الحياه دي تبتدي من دلوقتي؟ يعني شكلها عامل ازاي؟ نمره واحد طاعه للاب، نمره اتنين تنفيذ لكل وصاياه تنفيذ لكل وصاياه. طب ثلاثة قال لك يكمل كل بر. واقف قدام قديس يوحنا المعمدان يعمل ايه؟ قال له ينبغي ان نكمل كل بر. قديس يوحنا ما كانش عايز يعمده ابدا. فالمسيح جاي النهارده عشان يديك امكانيه انك تكمل كل بر. شوف الجمال، شوف اللي انت النهارده هتاخده لما تتناول. جاي يديلك كل ده. الخبز الذي انا اعطي هو جسدي، واللي ياكل جسدي ماله بقى؟ يحيا الى الابد، يحيا الى الابد. فانت النهارده مطلوب منك انك تعيش الحياه بالمستوى ده. لو هتتقدم للتناول لازم تعيش الحياه بالمستوى ده. لقينا فين التنبيه الخطير ده؟ لقينا الكلام ده في رساله بولس الرسول لكورنثوس، لسه قرينا من شويه. بيقول لنا فيها ايه؟ لان فيكم كثيرون مرضى وفيكم ناس بيرقدوا. عارفين ليه؟ لانكم لما تقدمتم تتناولوا لم تتناولوا باستحقاق، لانكم لم تميزوا ان اللي انتوا داخلين تتناولوا منه النهارده ده هو جسد ربنا ودمه المعطي حياه للعالم. تخيلوا بولس الرسول بيقولهم كده، اللي انت داخل تتناوله النهارده ده هو جسد ودم ربنا حقا. هو جاي يديك حاجه مش من الدنيا دي. ليه؟ لان مش معقول عطايا ربنا تبقى زي عطايا اي انسان تاني. هو جاي يديك حاجه اسمها الحياه الابديه، تتزرع فيك وتكمل معاك، تتغرس وتكمل. قال لك كده اقبلوا بوداعة كلمة الله المغروسة القادرة أن تخلصكم. جاي يديها لك، بس جاي يديك جسد ودمه يبقى ساري فيك. عايز أقول لك واحد تاني من القديسين انتبه للنقطة دي وابتدى يصرخ، اسمه القديس يوحنا ذهبي الفم. هتلاقوا الكلام ده قلناه في صلاة الساعة 11 يوم الثلاثاء، ثلاث يعني في النهار. قال كده: أريد أن أذكركم أيها الإخوة بما أقوله لكم مرات عديدة وقت تناولنا. عارفين زي ما أبونا مقار كده بيقف ينبه؟ ليس يوحنا زي بيفهم بيقول لهم كده: يا ما نبهتكم وقت تناولنا من أسرار المسيح المقدسة، إذ رأيتكم في تراخ عظيم وعدم مخافة تستوجب النوح. أنا كده كل ما أشوف الناس بتتقدم باستهانة زي للتناول من جوايا ببكي، فإني أبكي لنفسي وأقول في فكري: ألعل هؤلاء عارفون لمن هم قيام موقفين ليه؟ أو قوة هذا السر؟ ليش يوحنا بيسأل السؤال ده؟ الناس اللي جاية النهاردة دي تتناول فاهمة هي واقفة قدام مين وجاية تاخد إيه؟ ألعلكم تعلمون من هو الذي تريدون أن تتناولوا منه؟ مش ماذا؟ أنتوا مش جايين تاكلوا خبزة، مش ماذا أنتوا جايين تتناولوا؟ لا، من هو الذي أنتم تريدون أن تتناولوا منه؟ دي مش مجرد ذكرى. من هو؟ هذا هو الجسد المقدس الذي لله الكلمة ودمه الذي بذلوا لأجل خلاصنا.
هذا إذا تناول أحد منه بغير استحقاق يكون له عقوبة. تخيل؟ ويجي تاني مرة تانية في باكر الخميس النهاردة الصبح بقى اللي جا بدري سمعها. فلنتقدم كلنا إلى المائدة بطهارة، وليفحص كل واحد مننا ذاته قبل أن يتقدم إلى جسد ودم المسيح لكي لا يكون له دينونة. وبعدين فتح كده طاقة على موضوع خطير يمكن ما خطرش على بالكم قبل كده، بس الكلام ده موجود في كل صلوات الكنيسة. قال كده القديس يوحنا: لأنه ليس إنسان الذي يناول الخبز والدم. تاني كده: ليس إنسان الذي يناول الخبز والدم. يعني إيه؟ يعني أنت شايف أبونا صح؟ بس الحقيقة مش أبونا، مش أبونا، مش أبونا اللي بيناول. شو وعد؟ قال إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي أكون في وسطهم. المسيح نفسه موجود. كل صلوات الكنيسة، كل صلوات الكنيسة، في صلاة جميلة جدا نسميها صلوات الاستعداد. بنقول له كده: يا رب احنا مش مستحقين. أنا يعني ده واحد داخل يصلي، أنا مش مستحق. لكن يقول له كده: نعم يا سيدنا كن معنا. اشترك في العمل معنا. ما ينفعش نكمل القداس ده من غير ما انت تكون موجود. ولما تيجي تقرا كده سفر اعمال الرسل يقول لك كده انه اظهر نفسه لهم حيا حيا ببراهين كثيره، ويقول لك بعد شويه كده ايه: وكان ياكل ويشرب معهم. تفتكر ياكل ويشرب ايه؟ كان بيجي لهم، كانوا يصلوا يلاقوه في وسطهم. فأول ما يجي تفتكروا يعملوا إيه؟ يصرخوا: اسجدوا للحمل كلمة الله. نسبحك، نباركك، نخدمك، نسجد لك. اللي احنا بنقولها النهاردة في الصلاة، احنا مش بنقولها عشان يمكن ربنا يجي ويمكن ربنا ما يجيش، احنا بنقولها عشان ربنا موجود. فأنت النهاردة وانت بتصلي أدركت دي؟ بص كده قديس يوحنا يقول لك إيه: ليس إنسان الذي يناول الخبز والدم، لكن هو المسيح الذي صلب عنا، هو القائم على هذه المائدة بسر، هو الذي له القوة والنعمة. يقول: هذا هو جسدي. وابتدى يقول لنا كده زي ما بكلمة قال للإنسان اكثروا واسمروا واملأوا الأرض، لما قال هذا هو جسدي فهذا هو جسده، ويفضل مكمل معانا. يبقى النهاردة انت واقف في مكان فيه مين موجود؟ المسيح نفسه. قديس القداس الإغريغوري ليه بنصليه في الأعياد؟ ليه بنصليه في الأعياد؟ عشان يعني ألحانه جميلة وعشان طويل؟ عشان نتعبكم كده وانتوا لابسين الجزم الجديدة مثلا واقفين؟ أبدا إطلاقا. القداس الإغريغوري موجه أو بنخاطب فيه الابن الذي تجسد، واقفين بنكلمه هو. عشان كده كل أعياد السيدية تلاقي الكنيسة بتفضل إنها تصلي القداس ده بتكلم المسيح نفسه، تكلمه تقول له ايه؟ تيجي بقى ساعات التقديس نقول له: يا رب انت بصوتك وحدك، يعني مش احنا، انت اللي معانا، انت بصوتك وحدك حول هذين الموضوعين الى جسدك ودمك. خد بالك النهارده لما بنصلي هتلاقي كل الضمير يعني العربي اللي احنا بنقوله موجه لشخص، بنكلمه وش وجها لوجه. ده موجود، ده موجود النهارده، وعايز اديك الحياه دي. ارجوك انتبه، لما بنفهم اللي موجود بننتبه. انتوا عارفين النهارده كل صلوات اللي قريناها قبل ما نبتدي الان، كل صلوات بلا استثناء كلها، كل النبوات بتقول لك توب توب توب، ما تزغش ما تزغش ما تزغش. ليه؟ ليه؟ عشان العهد القديم كان كله توبه. طب اشمعنى اخترنا الاجزاء دي؟ اخترنا الاجزاء دي عشان نتجهز، لان احنا بعد شويه هنبقى واقفين قدام مين؟ قدام المسيح، هيبقى حاضر. فالنهارده المسيح جاي يديك الحياه، والنهارده الحياه دي مش مجرد هتبقى معرفه، هتبقى ماكل. ويقول لك كده: ده ماكل حقيقي، جسدي ماكل حقيقي، ودمي مشرب حقيقي. فادم الثاني جاي يدي لك الحياه مره ثانيه بنفسه بذاته، يقول لك: خد كلني، انا هو الكرمه الحقيقيه، هشربك عصير الكرمه عشان تعيش معايا، شتو مغروس فيا، انت مش محتاج اكتر من كده. طب ايه المطلوب بقى؟ مطلوب ان انت تعيش على المستوى ده.
عمل المسيح اول لما دخل؟ غسل رجليهم. طب ممكن تعيد بس يعني الزمن شويه، وانت داخل على ابونا اللي كان قاعد بيغسل الرجلين، ايه رايك لو كان ده المسيح؟ هو حقيقي المسيح، بس انت ما انتبهتش. داخل بيغسل لك رجليك وبيقول لك، هو قال لهم كده، زي ما انا غسلت لكم رجليكم انتم تغسلوا رجل بعض. ممكن اسالك سؤال ما تجاوبش عليه، عندك استعداد تغسل رجلين اللي انت متضايق منهم ولا لا؟ ما هي دي الحياه، مش دخلتك الحياه بتاعه الحياه الابديه اللي مش من العالم ده، اللي مش من العالم ده بمبادئه بافكاره. فهو انت داخل تغسله، المسيح همس لك في ودنك كده بيقول لك زي ما انا غسلت رجليك دلوقتي وانت ما تستاهلش، اغسل رجلين اللي انت تعرفه. هتعمل ايه؟ عايزة تانية قريناها النهاردة للأنبا شنود رئيس المتوحدين، بيقول لك كده، كل من ليس له اشتياق إلى حفظ وصايا الله والذين ليس لهم إيمان، هو قصده إيمان بعمل المسيح يعني، سيسقطون في كل عمل رديء. يبقى الحياة مع ربنا الجديدة فيها اشتياق. اسأل نفسك بقى، الحياة الجديدة دي بتعيش مع ربنا باشتياق ولا لأ؟ بتعيش باشتياق ولا هدفك الناس تمدحك وانت بتيجي الكنيسه، ولا انت متعود تيجي الكنيسه؟ ارجوك انتبه، الحياه مع ربنا باشتياق. هو حد ما يشتاقش ربنا ويحبه بعد كل العطايا اللي هو اداها له؟ حد ما يعيش كده؟ ثالث نقطه، الدم اللي انت بتاخده النهارده ده، الدم ده المسفوك ده، ده دم انتقام؟ دم انتقام ده المسيح وهو متعلق على الصليب ودمه بينقط كده، قال للأب إيه؟ اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا فعل. لا يا ربي، عارفين، عارفين وبإصرار، وكانوا يصرون على أسنانهم كده بإصرار، عارفين، قال له اغفر لهم. فأنت النهاردة داخل تتناول دم إيه؟ مغفرة. عندك استعداد تغفر ولا تاخد دم المغفرة وترجع تعمل زي الراجل اللي كان عليه الدين؟ فاكرينه الراجل اللي كان عليه الدين؟ كان عليه الدين قد كده، سيده قال له ماشي، راح طلع دفاتره، لقى واحد كان عليه دين ليه، راح عمل فيه ايه؟ سجنه. فاللي حصل، فالسيد الاولاني قال له بما انك سجنت اللي كان مديون لك بملاليم، تعالى مش هتطلع، حبسه. فانت النهارده داخل تتناول دم مغفره، دم المغفرة ده مطلوب انك تعيش بعدها، بعد لما انت اخدت حاجة انت ما تستاهلهاش، تعيش ازاي؟ ارجوك انتبه، الحياة دي يعني انت بتاخد حاجة غالية 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 غالية. يعوزنا الوقت ان احنا نتكلم في موضوع الحياة، يعوزنا الوقت حقيقي يعني. لكن هختم لك بصلاة موجودة في القداس، صلاة غريبة خالص نراها في اخر القداس. ابونا بيقف يصلي كده ويقول له رب، الناس اللي حضرت دي، ياما اتكلمنا في النقطة دي بس انا بكررها وهفضل اكررها، الناس اللي حضرت يا رب، عبيدك الذين يخدمونك ويطلبون اسمك ويخضعون لك، اللي جايين دول جايين يطلبوك وجايين يخضعوا لك. يقولوا كده، حل فيهم، هم طالعين كده، حل فيهم وسر بينهم، ساعدهم في كل عمل صالح، اللي هو الحياه الجديده اللي بنتكلم فيها دي. بص بقى الحته اللي جايه دي، امنحهم ان يحيوا. يحيوا ايه؟ طب هم عايشين، هم داخلين على رجليهم وبيتنفسوا وبياكلوا وهيرجعوا بيوتهم. امنحهم ان يحيوا ويفهموا ويفكروا، امنحهم ان يحيوا ويفكروا فيما للاحياء. الله، ما هم عايشين، ما هم جم ازاي؟ لا، في حاجه اسمها الحياه، في حاجه اسمها الحياه. المسيح جاي يديلك النهارده فكر تاني خالص بتاع السماء، حياه تنبع لحياه ابديه، سلوك حسب السماء. قال لك عليه كده، سيروا في النور، ليه؟ كلامي نور، انا هو الطريق والحق والحياه، من يتبعني فلا يمشي في الظلمه. امنحهم ان يحيوا ويفكروا فيما للاحياء ويفهموا الذي لك. يا رب من فضلك اللي حاضر النهارده فتح دماغهم عشان يدركوا قيمه العطيه اللي هم بياخدوها النهارده. احبائي النهارده احنا واقفين قدام ربنا مش عارفين نشكره ازاي، اعطانا اثنين من اعظم العطايا اللي لا يمكن ان تتخيل انها ممكن تاخدها يعني، ادانا جسده ودمه
وادانا الروح القدس يسكن فينا. الاثنين دول لما نصلي كده ابونا هو بياخد الحمل على ايديه نقول له يا رب الذبيحه اللي قدامي دي طاهره وفي نفس يعني ومهمه جدا زي موهبه روحك القدوس. فانا واقف يا رب مش عارف اقول لك ايه يا رب. قدامي حاجتين، روح القدس معانا في القداس بيشتغل معانا، بيفهمنا الكتاب، بيفهمنا الكلام اللي قاله ربنا، بيشتغل في الاسرار، وجسدك ودمك اللي انت مديهم لنا عشان يعطينا الحياه. ربنا يدينا ان الحياه تسري فينا، تسري فينا. كل مره ترفع عينيك على الصليب افتكر ان الصليب ده ادالك الحياه، زي ما كانوا زمان بيبصوا على الحياه النحاسيه فيفتكروا صليب المسيح، بس كان بالرمز. اللي كان بيبص على الحياه كان بينجو، بتدخلوا الحياه تاني. ربنا يديكوا ان انتوا تعيشوا حسب الحياه الجديده لربنا المجد دائما.